بدهم هالحكي. بركي مسجله اوديو؟ ايه احسن. ايه صح. الجمعية اللبنانية للتعليم البديل لال جمعية مختصة بتكنولوجية التعليم. لازم كل ستيب نحط له شرح بسيط، شو رأيك؟ هدف لال تأمين العلم للكل. تتأمن العلم للكل، لال بتستعمل الوسيلة التكنولوجية كوسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية. بلشت قصة لال بمبادرة تنساعد أولاد بالمستشفى يكفوا علمون. تتذكري نايلة بس قلتيلي إنه بدك تطبعي لهم كتاب، قلتليك ليش ما بنعمل لهم محتوى أونلاين؟ وهيدا كان بال 2012، وبسرعة اكتشفنا إنه المنصة فيها تساعد كل أولاد لبنان. خلقنا جمعية سميناها لال، ومنصتنا سميناها طبشورة. لال بتستند على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى ابتكار منصات إلكترونية تنساعد التلاميذ ونساند الأساتذة. الركيزة الثانية بناء القدرات تبع المدارس والمعلمين على الأرض. والركيزة الثالثة هي الاستمرارية من خلال نشاطات عديدة. بعد ما نفوت على هذه الصفحة بدنا نكبس هون على كورس كاتيجوري، بنلاقي سايكل 1. بما يتعلق بالتعلم عن بعد أو الـ e-learning، مشاكل لبنان معروفة هن الانترنت والكهرباء، ومشان هيك ابتكرنا حلول جديدة. أول واحد منهم هو البوكس، اللي هو كناية عن سيرفر صغير بيسمح للتلميذ والأستاذ يستعملوا مواد تبشورة بلا انترنت وبلا كهرباء. والحل الثاني هو تبشورة موبايل أب، اللي هو تطبيق مجاني موجود بالبلاي ستور أو بالأبل ستور، وبيسمح بتنزيل مواد تبشورة واستعمالها بطريقة أوفلاين. عم بكتشف لحاله شو اللي بيعرف وشو ما بيعرف، وهي بتقلك إذا صح أو غلط وبتصلح لك الغلط. بصير لأن الولد يتحمس لهذا الشيء. بال2020 قامت لال بمشروع جديد. بما أنه الأساتذة كانوا عايزين حدا يساعدهم تا يعلموا أونلاين، تا يكتسبوا منهجية التعليم أونلاين، قامت لال بابتكار منصة جديدة للمدرس. مراكز التانية لال بتقدم Capacity Building Workshops، اللي هن دورات تدريبية مكرسة لتطوير المهنة عند العاملين بالقطاع التربوي من إدارات، مدرسين، ميسرين والأهل. بالوقت اللي بيكون فيه الفريق على الأرض، نحن بقسم المونيترينج أند إيفاليويشن منرافقهم ومنراقب كيف عم تتطبق البرامج، ومنركز على حماس وتفاعل الأولاد والمعلمين. اجري تعريف كل شخصيه وضعه الى جانب الاسم المناسب له. كمعلمه انا بقدر استخدمه مثلا بالصف، يعني هيك اكزرسيس ابلكيشن. هلا هيدا وفر علي كثير اشياء، اني فوت وفوت يوتيوب وسيف على تليفوني واعمل هيك، كله موجود هون. كبرت لال وصارت عم تلبي حاجات تربويه اكثر. منهج بثلاث لغات، منصه للاساتذه، بناء قدرات وبحث وتطوير. كرمال لال تكفي بمهمتها بلا ما تتكل بس على الهبات وعلى التبرعات، قرر فريق لال انشاء قسم اسمه كونسلتد. وهدف كونسلتد انه نقدم خدمات للشركات، جمعيات او حتى لاي مؤسسه بهم الموضوع بخلق محتوى تفاعلي. وهذا الشيء حيسمحنا نضلنا نكفي مع لال وندعمها بالسنين اللي جايه. كل هالشيء ما كان ممكن لو ما فريق لال الاستثنائي. أعضاء فريق لال من كل لبنان وبيمثلوا التعايش بأرقى مفاهيمه. منشتغل سوا، منواجه صعوبات سوا، منلاقي حلول سوا، وبنتطور سوا. وأنا أكيدة إنه مع هالفريق، مع الشركاء ومع كل الداعمين، لال رح تتطور أكثر وأكثر وتكون على قد مهمتها تأمين العلم للكل.
you